الاهلي عملت فرق كبير، في تحسن كبير قوي من ناحيه اللعب والمهاره وتخليص الكره قدام الجون اللي هو البرازيلي الجديد. من ناحيه الزمالك برضو يعني هو عملت فرق برضو، بس حاليا لسه برضو بتوع الزمالك ما بنوش قوي او ما عليوش قوي، ما خدوش على بعض. بس صفقات، بس الاهلي جايب صفقات يعني لو ممكن 2 3، بس افكر الزمالك هيعمل حاجه كويسه يعني الموسم اللي جاي. والله صراحه اللعيبه الاهلي والزمالك محترمين، بس المشكله في نفوس المشجعين. الخطيب ما شاء الله عليه كويس، مرتضى منصور كويس، بس المشكله خد بالك ربنا يهديهم الاثنين. الصفقات دي هتفيد طبعا بشكل كبير جدا، لان طبعا كلنا عارفين ان الدوري طويل وعندنا برضو منافسات افريقيه وعندنا كاس السوبر المصري وعندنا كاس مصر، ففي منافسات كتيره. يعني حتى الصفقات دي لو احنا ما استفدناش منها في الدوري او حاجه، عندنا يعني عندنا بطولات ثانيه، يعني بطولات ثانيه اللي احنا نستفيد منها وكده. كل الكلام ده ان شاء الله ما نحكمش عليه دلوقتي، هنحكم عليه ان شاء الله لما الدوري يشتغل يعني. فشايف الصفقات دي كلها هنشوفها يعني من خلال لسه من 4 لـ5 ماتشات نقدر نحكم عليها. والله انا شايف ان الزمالك عمل ماركاتو عظيم في حجم في ظل الاختيارات اللي اختارها مستر فيريرا. مجلس اداره النادي الزمالك حاول يلبي كل طلباته بقدر الامكان، لحد الساعه 12 بيعملوا صفقات ما شاء الله. انا كزملكاوي بشكر مجلس اداره النادي على الصفقات والدعم الحقيقي للاماكن اللي احنا كنا محتاجينها، بس مش زي ما قال المستشار بالكيف مش بالكم. صفقات حلوه طبعا، يعني بونو صافي لاعب جامد قوي، يعني لاعب برازيلي برضه وليه ستايل حلو، وبرضه الزمالك جابت لعيبه حلوه زي مصطفى شلبي لاعب انبي، ويعني صفقات كويسه يعني. ان شاء الله فريقين بينافسوا على بطوله افريقيا طبعا، اذا كان الاهلي منافس للزمالك والزمالك منافس للاهلي طبعا، فرقتين مصريين اتمنى لهم كل الاحترام، وان شاء الله ربنا يوفقهم في دور المجموعات اللي احنا ماشيين فيه كده. انا صراحه شايف ان الموسم ده هيبقى قوي جدا بالنسبه للاهلي، خاصه عشان انا اهلاوي. وتاني حاجه انا بتمنى اللي هو يبقى موسم قوي عشان كل اللعيبه تظهر اللي هي مش واخده حقها واللي تاخد حقها، فبنتمنى اللي هو يكون موسم قوي زي الموسم اللي فات. هو ده دعم وده دعم، يعني كويس مش وحش. هيغير ويعمل فتره حلوه للاثنين ان كان الاهلي او الزمالك، فان شاء الله خير يبقى تمام باذن الله. انا بصراحه انا اهلاوي صميم، فاعرف صفقات الاهلي فجيده جدا، دليل الماتش اللي فات الراجل البرازيلي عمل شغل حلو قوي، رجوع اكرم توفيق ورجوع الناس اللي وكهرباء وهيسندوا، هيبقى الفريق الموسم ده جميل جدا بالنسبه لهم. لا للصفقات كويسه، واللعيب البرازيلي واللعيب اللي هو مش عارف اسميهم بس هم كويسين يعني، لعيبه حلوه، والدوري المصري باذن الله هيبقى حلو السنه دي، وفي منافسه والفرق كلها جميله يعني ان شاء الله، والمنافسه مشتعله يعني. هو الاهلي الميركاتو ضعيف شويه، كام صفقه 3 4، انما 3 كمان، انما الزمالك 9 صفقات كتير، هو ممكن يبقى الميركاتو بتاعه احسن من بتاع الاهلي، بس هو الدوري كله حلو السنه دي، كل الفرق عملت صفقات يعني كويسه، بما فيها سيراميكا وفيوتشر كله عامل صفقات كويسه، واو ده في كل مصلحه المنتخب كده في الاول والاخر، كلنا 3 4 لعيبه محليه.